تعالوا بقى نروح لرياضة وكل عشاق الحقيقة الكورة. امبارح كان في مباريات مهمة جدا في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. قدر أستون فيلا الإنجليزي إنه يعمل مفاجأة ويفوز على بايرن ميونخ الألماني، وفاز كمان ليفربول على بولونيا الإيطالي بنتيجة 2-0، وصنع صلاح الهدف الأول سجل الثاني. كمان أيضا فريق ليل الفرنسي فاز على ريال مدريد الأسباني بهدف وحيد. خلينا نتعرف على تفاصيل المباريات. سمعنا كده من التقرير اللي فات ان في 18 مباراة هتتلعب النهارده في اطار دوري ابطال اوروبا. خلينا نتعرف اكتر على هذه المباريات، اهمها اكثرها سخونة، نتابع ايه، مين المرشح للصعود. بصحبتنا الناقد الرياضي الاستاذ بلال السيسي، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير عليك انت وجمعنا، وصباح الخير على كل أهلنا وحياتنا في مصر الكريمة. أهلا بيك. بداية، شفت إزاي الليفر لما فاز على بولونيا الإيطالي؟ برأيك المباراة دي يعني كان أهم عناصرها إيه بالتحديد؟ يعني الليفر زي ما اعتدنا خلال الفترة اللي فاتت أهم عناصره محمد صلاح، هو من الأحواض للفريق حاليا. صحيح. بنشوف يعني مستوى وأداء مميز جدا جدا من قائد المنتخب الوطني مع ليفربول، وتحت الاداره الفنيه للهولندي ارني سلوت المدير الفني خلفا ليورجن كلوب، ليفربول ماشي بخطوات ثابته جدا في البطوله. انا مشوار في البطوله بتفوز على مينا الايطالي، وكمان كمل المشوار في بولونيا ووصل لست نقط وبيحتار لصداره الترتيب في الوقت الحالي. كلنا عارفين طبعا ان احنا النظام دوري الابطال اتغير عن السنوات اللي فاتت، مع في حاجه اسمها المجاميع. احنا بنتكلم دلوقتي في 36 فريق مشاركين بنظام الدوري، هيتأهل منهم 16 في الدور 16 في مرة واحدة، أول 8 هيتأهلوا مباشرة، وبعد كده من التاسع لل مثلا هيتم النظام اللي هو نقاوت، اللي هو أنت هتلعب 10 خطوط تتأهل، 8 التانيين بيخسروا الماتش، والثلاثة هيتأهلوا، والباقي هيغادر بطولات أوروبا. يعني صلاح بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه تشرف وفخر لينا كلنا. محمد صلاح اصبح الهداف التاريخي للاعبين الافارقه في دوري ابطال اوروبا بدايه من دور المجموعات، بعد الجون اللي جابه امبارح طبعا، بعد الاسيست اللي عمله متفوق على الجون في دور بقى. صلاح جاب 45 هدف في دور الاول في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا بفارق هدف عن دور الاول. كمان صلاح اصبح اول لاعب في تاريخ ليفربول بيسجل في 5 مباريات متتاليه على ملعب ارسنال لانفيلد بشامبيونز ليج. لانفيلد ده طبعا عشان يعني اهلنا اللي مسامعينا دلوقتي، هو ده معقل ليفربول او اسم الملعب بتاع ليفربول. يعني في مقامه كبيره جدا لمحمد صلاح، ولسه رفع طموحات كل اللعبه المصريه، بيوصل رساله كبيره جدا ان مفيش حاجه اسمها مستحيل طول ما انت يعني تملك المقاومات. كل حاجه بتيجي بالشغل والتعب، وباذن الله نتمنى له التوفيق واستكمال مسيرته النجاح باذن الله مع ارني سلوت خلال الموسم الجاي. طيب، يعني بما انك بقى اتكلمت عن صلاح، خليني برضو اسالك على يعني فكره تجديد العقد بقى. شايف ان اداره ليفربول هتشتغل ازاي او هتعمل ازاي على تجديد عقد محمد صلاح؟ اعتقد ان يعني اداره ليفربول واثقه كل الثقه ان محمد صلاح هيبقى مكمل معاهم خلال السنين الجايه. محمد صلاح هو نجم الفريق، صعب جدا ان انت تقدر تعوضه بلعيب بنفس الكواليتي بتاعه، خاصة في ظل ارتفاع الاسعار المبالغ فيه في السوق العالمية. بنشوف ان صلاح هو كل حاجة في ليفربول، هو القائد، هو النجم، هو اللي بيصنع الفارق، هو اللي بيخلي المشروع القائم بتاع ليفربول في الوقت الحالي. يعني ليفربول ما تأثرش بشكل كبير جدا برحيل لاعيبة زي كوتينيو او ماني. اعتقد ان ليفربول صعب جدا ان هو هيقدر يعوض صلاح، فبالتالي اعتقد هيبقى في صيغه اتفاق ما بين الناديين، ما بين صلاح واداره ليفربول في اقرب وقت، وسيتم الاعلان عن تجديد عقد محمد صلاح. وتجديد عقد محمد صلاح او اللي انت ليفربول يجدد عقد محمد صلاح، ده مش معناه ان هو خلاص ان صلاح هيستمر بشكل نهائي ومستمر بشكل اطول مع ليفربول. وارد جدا ان انت كليفربول تجدد العقد بتاع صلاح عشان خاطر انت تبيع وتستفيد منه ماديا اكتر، يعني تعوض على الاقل جزء بسيط جدا من فكره لو صلاح ذات نفسه هو اللي قرر ان هو ياخد تحدي جديد وتجربه جديده. فانت لما تيجي تجدد لصلاح، بدل ما هو يمشي فري
بدون مقابل ودون ما بارك ليفربول تستفيد من الرحيل، لا ممكن اللي هو يجدد ويمشي وفقا لرغبه الاداره عشان الاداره تقدر تستفيد ماديا مما رحيله، بحيث اللي هي تقدر تعوضه بلعب على الاقل يقترب من امتلاك محمد صلاح. صحيح. على جانب اخر، ريال مدريد الاسباني خسر امام ليل الفرنسي. ناس كتير اعتبرت دي مفاجاه، وناس كتير يعني قالت بتاريخ ريال مدريد ازاي يخسر هذه الخساره. من وجهه نظرك مين يتحمل هذه الخساره، مسؤوليه هذه الخساره بالتحديد؟ يعني انا شايف ريال مدريد من بدايه الموسم الجاري يعتبر ان هو مش ده ريال مدريد اللي احنا متعودين عليه خلال السنوات اللي فاتت. ريال مدريد مع انشيلوتي في الموسم ده بيظهر بشكل واداء فني هزيل للغايه، شفناه اقل يعني كفاءه في الدوري الاسباني. في الدوري الاسباني ما بيقدمش افضل حاجه، وبيكسب ماتشات يعني بدون اداء، مجرد اللي هو بيكسب اسمه النهارده في الثالث اختبار حقيقي في ملعب صعب في الفرنسي. يمكن يعني دي الهزيمه الاولى لريال مدريد في دوري الابطال من منذ مايو 2023 لما خسر من مانشستر سيتي في برافايا دون رد خلال الوقت دي خلال المباراه هذه. النهارده بتتكلم في يعني ريال مدريد فريق قعد 36 مباراه رسميه متتاليه دون هزيمه، يعني انت متخيل ان فريق بقى له 36 ماتش ما بيخسرش، وبعد 14 مباراه متتاليه دون هزيمه في دوري الابطال بتيجي النهارده بتخسر. صحيح. دي طريقه ان انشيلوتي ما مين يتحمل المسؤوليه دي؟ اعتقد ان انشيلوتي هيتحملها بشكل كبير جدا. انشيلوتي يعني ما فيش تغييرات كثيره حصلت، ما فيش تغييرات كثيره حصلت في ريال مدريد. ممكن يكون مبابي من اضافه كبيره، لكن في المقابل ريال مدريد على المستوى الدفاع كان محتاج كثير من الخدمات، خاصه وفي ظل يعني روديجارد وميليتاو، احنا بنتكلم في اثنين لعيبه بيلعبوا كل الماتشات فبيعانوا بشكل كبير جدا، فانت بالتاكيد لازم يبقى تحتاج تدعيمات كبيره جدا في خلال الجانب الدفاعي. خلق الحافز يعني او ايجاد الحافز بالنسبه للاعب ريال مدريد عشان خاطر الناس بقت تحس، انا يعني واحد من الناس لما بيجي يتفرج على ماتشات ريال مدريد بحس ان ريال مدريد بقى عنده تشبع كبير جدا من البطولات ومن الانتصارات، فده ده دور مين بقى؟ ده دور الجهاز الفني بقياده انشيلوتي، ان انت كل شويه لازم تجدد حوافز اللعبه بتاعتك وتخلق حوافز جديده عشان خاطر اللي هم يستمروا على نفس الناس واللي هم يقدروا يستكملوا نجاحات الفريق. هي ما كانتش دي المفاجاه الوحيده في الشامبيونز ليج يا استاذ بلال، في مفاجات كتير جدا الحقيقه، يعني حتى واحنا بنتكلم على بايرن ميونخ برضه، بايرن ميونخ يعني عملاق وخسر من استون فيلا. شايف شفت المباراه دي ازاي؟ وشايف ايه اسباب خساره بايرن؟ هل اسباب برضو زي يعني او نفس الاسباب المتعلقه مثلا ب ريال مدريد، ولا شايف ان دي اسباب تانية؟ يعني خلينا اقول ان يعني هي مفاجاه كبيره جدا من وجهه نظري، ان انت كمان بايرن ميونخ السنه دي مع فينسنت كومباني اللي هو المدير الفني اللي هو بقى ظاهر بشكل كبير جدا مع الفريق الالماني، لكن بصراحه يعني هزيمه مفاجاه بالنسبه لي استون فيلا، لكن استون فيلا من الانديه اللي هي صعبه جدا على ملعبها. وطبعا يعني احنا عشان خاطر تبقى برضو الناس تبقى عارفه استون فيلا هو ليه اصول مصريه حاليا، يعني كله يعلم ان نصيف سويرس هو مالك النادي في الوقت الحالي، فده انجاز انجاز مصري يحسب كمان للاداره الجديده المصريه لاداره النادي، فده حاجه مهمه جدا، وده حاجه يعني فخر لينا كمصريين اللي احنا يبقى عندنا رجل اعمال مصري يستحوذ على نادي انجليزي ويبقى كمان يعني منافس، بل بالعكس بينتصر على فريق كبير جدا حد بايرن ميونخ ونجوم بايرن ميونخ، يعني خبرات بايرن ميونخ كبيره جدا في دوري ابطال اوروبا، لكن ده ما ينكرش ان استون فيلا فريق مع اوناي امري المدير الفني الاسباني للفريق الانجليزي بيقدم مستويات مميزه جدا سواء في البريمير ليج او في الشامبيونز ليج، واعتقد ان استون فيلا في المستقبل فريق جدا قادر على يعني حصد القاب اوروبيه كثيره، قادر على منافسه اكبر الانديه الاوروبيه في ظل الاداره الحكيمه للنادي الانجليزي والمشروع الطموح اللي بيقوده نصيف ساويرس، ونتمنى التوفيق باذن الله لاستون فيلا. بالنسبه لي اعتقد ان هي ما كانتش مفاجاه كبيره قوي، خاصه ان قوه استون فيلا على ملعبه ملعب
فيلا بارك ملعب صعب جدا على اي منافس موجود. هي المفاجاه تتمثل اللي هي في الفوز والانتصار على فريق بحجم فريق بايرن ميونخ. يعني الانديه الاسبانيه معروف ان هي من اقوى الانديه في دوري ابطال اوروبا، اتلتيكو مدريد ايضا يعني مونيا بخساره كبيره امام بنفيكا البرتغالي، واعتقد ان دي خساره ايضا مش بس لنادي اسباني ولكن هي الثانيه لاحد اكبر الانديه في مدريد العاصمه في اسبانيا بشكل كبير. خليني اقول ان اتلتيكو مدريد تبقى في حاجه لتغيير الدماء الفنيه مش دماء اللعيبه، يعني الارجنتيني سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد بقاله سنين طويله جدا مع الفريق اتلتيكو مدريد. الفريق بقى يعني فنيا محتاج تغيير خاصة في ظل السكواد القوي جدا اللي بيمتلكه اتلتيكو مدريد السنة دي. بنشوف ان السنة دي مثلا اتلتيكو مدريد ضم مجموعة مميزة ومجموعة كبيرة جدا من اللعيبة على رأسها طبعا جوليان الفريز الأرجنتيني اللي جايبه من مانشستر سيتي الإنجليزي بما يعادل 75 مليون يورو، ده رقم كبير جدا من اتلتيكو مدريد ما كانش بيصرفه. ان انت تخسر النهارده بربعية في دوري الأبطال منهم ضربتين جزاء فرعونة غريبة جدا من دفاع اتلتيكو اللي كان عفوا طول الوقت عارفين ان اتلتيكو فريق دفاعي قوي جدا وبيظهر بشكل دفاعي قوي، لكن النهارده في ماتش بنفيكا للاسف تحس ان الفريق بلا هويه بلا طعم بلا روح بلا شخصيات. يعني الناس متوقعه ان السنه دي ان اتلتيكو مدريد هيبقى منافس قوي على كافه البطولات خاصه في ظل الصفقات الكثيره جدا اللي عملها واللعيبه المميزه جدا اللي موجوده في الفريق روسي بلانكوس، لكن للاسف الشديد تحس ان الفريق فنيا يعني في فراغ فني كبير جدا، تحس ان برضه سيميوني محتاج شغل اكتر من كده، تحس ان في جاب كبير جدا ما بين سيميوني واللعيبه وان اللعيبه مش قادره اللي هي تنفذ تعليمات المدير الفني او سيميوني ذات نفسه ما بقاش قادر يقدم الجديد مع الفريق الاسباني. فاعتقد ان سيميوني السنه دي لو ما حققش النتائج المرجوه خاصه في ظل يعني دعم الاداره كبير جدا وتخطيط كافه الصفقات وكافه المطالب اللي طلبها سيميوني اعتقد ان تكون سنة الرحيل عن اتلتيكو مدريد. على اي حال كان يعني مفاجآت الحقيقه مستمره يا استاذ بلال في الشامبيونز ليج، وشايفين كده صعود وهبوط ل يمكن انديه رياضيه كبيره جدا وانديه كان يعني اسمها بالنسبه لاسمعنا كان غايب الى حد ما، لكن واضح ان في مفاجآت كتير جدا بتحصل. بشكرك شكرا جزيلا بلال السيسي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.